بون في كلكو فوا المقابله ارتقات فنيا للمستوى محترم، لكن فما ديشي تكنيك صار كبير برشا مش يرتين. احنا سيرتو اللي قلقنا هو ديشي تكنيك، خاصه في 30-25 متر الاخرانيين اللي كنا نجمو في دي سيتياسيون كنا نتصرفوا فيهم خير. حتى في لي زوكازيون اللي جاونا في الشوا نتاع الفراب ولا الشوا نتاع الملاعب شنو يعمل، كنا نجمو نعملو خير، نخدموا على رواحنا ونحاولوا ديما نصلحوا مالغري اللي راهو ديما قاعدين نخدموا. سيرتو لافين تاع المقابلات نخدموا على الكرات اللي قدام المرمى، نخدموا على الترافاي سبيسيفيك قدام المرمى، نعملوا ديفيزيوناج. ما علينا كان نانسيستيو على الملاعبيه باش نصلحوا ونقدموا. هذه المقابله الثانيه على التوالي اللي نخلقوا برشا فرص، هذه حاجه تتحسب، لكن لازمنا نصلحوا على مستوى التجسيم ان شاء الله.